يا الله، أشتاق كثيرا، أشتاق لتلك الأشياء التي لن تخطر على قلبي، أشتاق لقولك ادخلوها بسلام آمنين، أشتاق لتلك الراحة العظمى، أشتاق لوطن أمنياتنا الحقيقية، الجنة. الجنة يا الله تشغلني، أحب اسمها كثيرا، أشعر أن أحلامي تتنفس منها، أشعر بأنها أمنية تحب أن تتحقق، أشعر بأن هدير أنهارها يشبه سعادة المتقين. يا رفاق، لعل الجنة تريح ما بكم من غمة، لأن الله قد وعدنا بسعادة لا تنضب فيها، فكل أحلامنا قد تبدو هينة أمامها. أنا لا أستطيع تخيل نفسي من دونها، أخبركم لماذا؟ لأننا لن نكذب فيها ونقول نحن بخير، لأن الله سيكرمنا بلذة النظر إليه، لأنها تحقق لنا حياة الخلود، حياة ملؤها الطمأنينة والوقار، فيها من الأنهار ما يروينا، ومن النعيم ما يفرحنا، وكوثر بإذنه سيسقينا. عندما كنت صغيرة كنت أطلب الجنة بإلحاح، كنت أتخيلها تحمل قصرا كبيرا ولباسا من غيم وحذاء باللوري وبستان تشرق فيه شمس لا تغيب وأغصان تتناغم مع النسيم وأغنية تصف حنيني وفراشات رقيقة تكون بحجمي لكي أمتطيها وأطير، أطير عاليا إلى الفردوس. والآن أرى أن الجنة تضم أحلامي وتجعلني أهذي بنعيم لا يشبه دنيانا، ترغمني على تمزيقي كي أصل إليها، وترتل علي كل صلاة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة شيء أرنو إليه بحب وحنين. بقلم الأستاذة جواهر التركي.